مودست غايب عن ماتش سان جورج ذهاب واياب، يعني الماتشين بتوع افريقيا بدايه المشوار مودست مش موجود فيهم. ظهر مره وحيده او ظهر في مباراه واحده مع الاهلي قدام المصري. المصري، وكان علامه الاستفهام بالنسبه للجمهور في انه ليه مودست ما يعني ما شاركش في الحفله. هل انه طريقه او اعتماد مستر مارسيل كولر على طريقه اشتغل بيها السيزون اللي فات كله مع الاهلي ما كانش فيها راس الحربه الصريح، دي اثرت على انك انت تستغل امكانيات بروفايل زي مودست، ولا هل انه الراجل ما انسجمش لسه مع الفريق، ولا ممكن تكون انه لياقته البدنيه والفنيه لسه مش في اعلى مستوياتها، فبالتالي محتاج شويه وقت عشان المكنه تطلع قميص زي ما بيقولوا يعني. مشكلتنا ان الاعلام او جماهير النادي الاهلي عايزين اللعيب الجديد يعني اول ما يجي يطلع لا نار. مش مهاجم الاهلي ده، حد تانية بيقول لك لازم يجي يطلع نار اول ما اول مباراه. يعني مهاجم الاهلي ده بالذات غير اي مركز تاني. مودست ده لسه مش عارف لعيبه النادي الاهلي، مش عارف فكرهم، لسه بقاله 10 ايام في القاهره. لا محتاج وقت، محتاج اولا ياخد لياقه المباراه، محتاج وقت انك تصبر عليه. اكيد مستر كولر جايبه عشان حاجه معينه، عايز منه حاجه معينه، ودي هتيجي مع المباريات. في فرصه ضاعت في انفراد بالمصري، لو كانت جت كانت هتشوف كل كلام بقى مختلف تماما. مع ان الكره كانت سهله يعني ما عملتش فيها، بس ما فيهاش توفيق. لو كانت الكره دي جت هدف كنت هتشوف الاعلام حاجه بقى، مودز ده يعني كريستيانو رونالدو. بس هو التوفيق لا بقى. بس الاعلام ادى للاعيبه الاهلي اللي تألق يعني، بس هو تاو خد حقه، طبعا امام عاشور خد حقه، ورضا سليم خد رضا سليم حقه. صفقه على اعلى مستوى، امام عاشور على اعلى مستوى، بس امام برضو خد شويه في مباراه الاتحاد العاصمه. ما انا بقول لك النادي الاهلي او اي محتاجين اللعيب اللي يجي ده من اول مباراه يطلع نار. لكن محتاج وقت يا جماعه، النقله دي من اي نادي لنادي تاني بتاخد وقت شويه. اعرف اللعيب ده تحركته ازاي، انا بلعب جنب دلوقتي جنب مروان، جنب قفشه، جنب رضا سليم، اول مره نلعب جنب بعض، لسه مش عارف هو بيفكر ازاي، لما اجي له هيتحرك له ازاي، هو هيتحرك لي ازاي. الحاجات دي بتاخد وقت شويه، محتاج وقت. فمش عايزين نحكم على اي لاعب او كان سلب او بالايجاب ان هي صفقه فاشله او صفقه ناجحه. يعني امام المباراه الاولانيه يعني كان لسه اول مره، تاني مباراه خد بالك امام برضو ما لعبش، ما مسكش كوره بقاله لسه فتره طويله جدا. ايوه يعني مش بس فكره ان موسم جديد، لكن إمام هو امام لاعب على اعلى مستوى. هو اصيب مع ميتلند من قعد فتره من طويله، شهور شهرين طويله، ثلاث اربع شهور مثلا. كنا محتاجين صفقه زي امام بصراحه، لاعب على اعلى مستوى، لاعب جوكر ممكن تحطه في اي مكان، بيأدي، روحه كويسه جدا في الملعب، عنده روح المكسب، روح المكسب دي مهمه جدا جدا لاي لاعب. فما يخش في وسط لعيبه النادي الاهلي برضه محتاج وقت. لا هو جاي من ميتلاند برضه، نادي بطولات. صح ولا ايه؟ اكيد اكيد طبعا، اكيد طبعا. صفقه انا كنت بتمناها، وان شاء الله اتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي. واي صفقه اتكلم على مثلا رضا سليم من الصفقات اللي هي لو نوع من اللعيبه ما كانتش موجود بقالنا فتره بالشكل ده. طيب الناس اتكلمت على رضا كمان، انه يعني انت عارف في لاعيب محترف زي معلول كده، بس طبعا معلول يعني مش بقارن معلول برضا، لانه معلول عشره عمر كبيره جدا، لكن لا اقصد اقول من 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 زاويه محدده، في لعيب يجي لك من بره ما تحسوش غريب عليك يعني. سمعتها كتير جدا، تحس انه رضا سليم هو النادي الاهلي دخل. دخل على طول مع يعني، هو الروح، هو تركيبه، هو شخصيه اللعيب في النادي الاهلي، فتحس ان ده ظهر بسرعه، وده يحسب لرضا بصراحه. طبعا بص، اي لاعب عنده سرعات بيبقى مميز في وسط اي دوري. محمد صلاح اهو ما شاء الله متالق في انجلترا عشان لا عنده سرعات، فالسرعات دي بتعمل فارق بينك وبين اي لاعب تاني. فهو كنت اتمنى له ان شاء الله يعني، اتمنى له في المباراه اللي فاتت ان هو بالذات مباراه اتحاد العاصمه انه يجيب هدف، لجات له فرصه واثنين، لكن ما كانش فيه توفيق، ربنا اداله في ماتش المصري كان مهم جدا، خد ثقه، الجمهور بقى فيه علاقه حلوه جدا بينه وبين الجمهور، دي بتدي ثقه ليه في بعض المباريات الجايه. الحمد لله عندنا سكواد على اعلى مستوى دلوقتي، اذا كان لعيب اساسي وكان بديل. دلوقتي حتى مودست مش موجود، عندنا كهربا من اللعيبه المميزه جدا في مركز المهاجم، وصلاح محسن برضه، صلاح محسن صريح. جاي برضه. زعلوك انا عارفه، لان انا ماسك 2005 في فيوتشر، فلعبته لعيب جيد، مهاجم نوعيه ممكن يكون له دور او في مساحه ليه في الموسم ده. والله هو لسه صغير يعني، لا ما توقعش لسه شويه، لان عندك انت بتلعب فيرود واحد، بيبقى عندك يعني مودست الراجل بيحط رقم واحد اثنين ثلاثه، مودست، كهربا، صلاح محسن،
وكمان بيرسي تاو ساعات لما بيجي ساعات في تغييرات بيحطه، لكن خامه كويسه نتمنى له التوفيق. ويا ريت يا ريت احنا كنا زمان بقى في حاجه غير اللي بتحصل دلوقتي، كانت حاجه مميزه قوي. ايه هي؟ اولا المسابقات كانت قليله، فتلاقي مثلا تلعب مباراه في الدوري فعندك المباراه الثانيه كمان اسبوع او مفيش مشكله خالص تروح عامل مباراه وديه. فمباراه الوديه دي بيظهر فيها باللعيبه الصغيره، يبدا بقى اسامي الناس تعرف مين اللعيب الصغير ده، كانت مهمه جدا. دلوقتي ما بتلحقش تلعب ثلاث اربع ايام، فاللعيبه دي بقى بتظهر فين؟ في ماتشات الناشئين، اسمهم بيتردد في ماتشات الناشئين، وهو عنده منتخب 2005. اتمنى له التوفيق ان شاء الله السنه دي.